ايه يا روكي؟ طمني، ايه الاخبار؟ انا اطمنك برضو يا ابني. ايه انت اللي طمني؟ اخبار الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه اخر مره ايه؟ الراجل اللي انت كنت قلقان عليه ده راجل، تفتكر عملت ايه يعني؟ الموضوع خلص يا بيه، تمام كده كده كان لازم الراجل يرضى بالامر الواقع علشان الموضوع يعدي على خير. طب تمام والله. بركه، وراك ايه بالنهار؟ عندي جلسه الكوبي رايت بتاعت الواد اللي عمل مشكله سلمى، حي قصدي سلمى جروب. يا ابني الموضوع ده اتفه من ان انت اصلا تروحه بنفسك. ابعت اي حد من عندك في المكتب ويطلب تاجيل ولا حاجه. هو في حاجه تانية ولا حاجه؟ اه في ايه؟ اصل بصراحه يعني ياسمين عامله لنا وليمه كبيره وعظيمه جدا. اوبا، ده امتى الكلام ده؟ بكره. بكره؟ اه. وراك اي حاجه تانية؟ لا ما عنديش. خلاص، يبقى الساعه 2 بالظبط تلاقيك بتخبط عليا الباب ومعاك تورتايه كده محترمه تليق بمقامك وتديك وزنك كده قدام اللي موجودين. ايه ده، انت بتروش عليا بقى؟ اه تمام، تسلم ايدك يا ياسمين مقدمة. ميرسي يا هم. انتوا عازمين حد تاني من الشركة منها؟ لا، اصلها عزومة خصوص، يعني هتلاقي مثلا ادم ومالك يعني. بس بصراحة يعني احنا مستخسرين ان احنا ناكل اكل الجامد ده وانت بطنك مهرية من كتر الدليفري. يا لقيط. يا عم لقيط لقيط بس اتعزم. عندك حاجة تاني؟ لا يا سيدي سلامتك. اه تروح ولا ايه؟ لا يعني هظبط جلسة بكرة دي، هشوف الشباب اي حد منهم ينزل وبعد كده اتكل على الله. خلاص تمام، بس ما تنساش. ها؟ حد ينسى عزومه زي دي برضه؟ مش قصدي العزومه، التورتايه يا متر وربع. روش. انا هسيبك عشان ياسمين. ماشي يا ياسمين، باي. اه بقول لك ايه بقى، الصوره دي الايديت بتاعها لازم يتصلح قبل ما تنزل على السايت بتاع الكلاينت. ايه مدى؟ انا بصيت عليها. اصل بصراحه الساتوريشن عالي بزياده، فلما تتعرض على الشاشات الكبيره هيبان انها بلاستيك، ومظنش اي كلاينت هيرضى ان هو يشتري بلاستيك اساسا. دي عامله زي ما تكون ماكيت 3 دي، فيك قوي. في دي عندك حق. اوبا، هو انا بقالي قد ايه كده ما كلمتش امي؟ ماما يا يوسف، قصدي ماما. بتهيألي يومين ثلاثه. انا كده هتهزق وش. عادي يوسف، خد راحتك. عادي طبعا. مساء الفل على ست الكل. حبيب قلبك، يا ده ايه الرضا اللي انا فيه ده؟ معلش يا ماما، انا عارف ان انت زعلانه مني يعني، بس بقى لي فتره يعني ما اتكلمتش معاكي عشان كنت مشغول ومسحول في مشاكل الديون بتاع بابا. ايه ده، هي لسه الحكايه دي ما خلصتش؟ عايزه الصراحه يا ماما. هو انت ينفع تقولي حاجه تانية غير كده؟ لا طبعا ما اقدرش اقول اي حاجه تانية، بس خلاص يا ستي الحمد لله انا لقيت شريك هيخش معايا في الشركه، وبالفلوس اللي هو هيحطها هيحل لنا كل المشاكل. الحمد لله. ايوه كده، ريحت قلبي. ده انا كنت حامله هم ازاي اكلمك في الموضوع اللي انا عايزاك فيه، وانا عارفه ان الحكايه دي معكننه عليك. لا يا حبيبه قلبي، ده انت تتكلمي وتأمري وتطلبي وتتدلعي كمان. طيب فاكر موضوع مهاب اللي انا كلمتك فيه؟ لا يعني انت اخر مره كلمتيني ما جبتليش سيره واحد اسمه مهاب خالص. لا مش قصدي، قصدي يوم ما جيتوا عندي كلكم الفيلا وانا كنت زعلانه منكم. مهاب مين يا ماما اللي انت عايزاني افتكره؟ وبعدين بقى مش فاكر ازاي يا يوسف. الشاب اللطيف الجنتي اللي انا قلت لك انه عايز يتجوزني. هو انت كنت بتكلمي جد ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت تاخد بعضك وتجيلي الفيلا حالا، في بقى مواضيع مهمه جدا لازم ناخد فيها قرارات، قرارات حسميه. تعال لي على طول. نقرر ايه بس؟ انت فين دلوقتي؟ موجوده فين؟ قاعده فين؟ انا كنت هخرج معاه النهارده، بس دي كانت هتبقى اول مره، بس انا بقى ما رضيتش، قلت لازم اخد رايك الاول. برافو عليكي، اثبتي بقى كده لغايه ما اجيلك، انا مسافه السكه وابقى عندك. واتش ات.